مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. محمد بن شنات وابنته إيفا، أصبح هذا الثنائي من أجمل الثنائيات في الوسط الفني. إيفا ابنة محمد بن شنات، هي تعرف جمهورها عن صديقها الجديد. إيه يا كراتي؟ ما بخاش. ها؟ ما بخاش. شو ما بغاش؟ هاك. قولي له. هاك. ما بخاش. ها؟ دي كده. اي هاك هاك شتا هرزي تحرزي حرزي طلعي طلعي لكل من يحب إيفا فليضغط على زر الإعجاب. هلا مسكين. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.